نروح بقى حوالين الاستاد الاول ونشوف زميلنا فاروق صلاح مع جماهير النادي الاهلي في محيط الاستاد. اتفضل يا فاروق. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل محيط استاد القاهرة وقبيل وقبل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مباراة العودة لدورة السوبر الأفريقي. جمهور النادي الأهلي دايما موجود في الموعد بيرسم لوحة فنية جميلة إن شاء الله نشوف مردودها إن شاء الله في ملعب المباراة وتكلل بانتصار فريق النادي الأهلي. خلينا نشوف ونستطلع آراء مجموعة من جماهير النادي الأهلي اللي حريصة على التواجد منذ الساعات الأولى لمساندة ومؤازرة النادي الأهلي في هذه المباراة. خلينا نرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي. وفي البداية قول لي انت جاي منين؟ من ميني. واخد كام ساعة بقى لحد ما جيت الاستاد؟ 4 ساعات. خارج من البيت الساعة كام؟ الساعة 6 كده. توقعاتك للمباراة النهاردة ايه وتقول ايه لعبت النادي الاهلي؟ ان شاء الله هنفوز 4-0 والماتش هيكون صعب ان شاء الله. عايز اروح لك واسألك شايف المباراة ازاي؟ المباراة الأولى تعادلنا 2-2 اعتقد ممكن تكون نتيجة إيجابية لكن النهاردة مباراة مختلفة تماما. ان شاء الله انا الاهلي هيبقى قوي وان شاء الله هيشرفونا ان شاء الله و2-0 الاهلي ان شاء الله. باذن الله. عايز اسأل انت خارج من الجامعة وتسيب المحاضرات وجاي؟ ان شاء الله مش مهم المحاضرات. قول لي بقى عايز تقول لي لعبت الاهلي النهارده؟ ان شاء الله نكسب باذن الله. توقعاتك نتيجه المباراه؟ ان شاء الله 2-0 باذن الله. افشه باذن الله. قول لي انت عايز تقول ايه لعبت النادي الاهلي النهارده؟ والله اللعيبه رجاله وقدها ان شاء الله ويعملوا سكور كويس ويفرحونا واكيد مش هنروحنا كلنا زعلانين ان شاء الله. البنوته الجميله دي قولي لي اسمك ايه؟ رميساء. رميساء عندك كام سنه؟ 10 سنين. رحت المدرسه النهارده؟ جيت ما رحت اجازه النهارده عشان الماتش. هو الاهلي هيكسب كام النهارده؟ 3-0. الجميله دي تعالي 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 يلا بينا تعالي 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 تعالي. ايه ده 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 اسمك ايه؟ نكسب 3-0. انت اسمك ايه؟ 3-0. 3-0 ماشي. مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا الاجواء ما قبل مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. حضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي قولي لي توقعاتك للمباراه النهارده. ممكن مثلا فوز النادي الاهلي مثلا 3-1 مثلا. ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اروح لحضرتك واسالك حريص ان انت تكون موجود النهارده بالاسره عوده الجمهور وجمهور النادي الاهلي اعتقد وجوده النهارده ليه عامل مؤثر جدا في المباراه. اكيد طبعا الحمد لله احنا اولا بنشكركم على حسن نوايتكم. وبناتي دايما بيحبوا ماتشات الاهلي واحنا جايين من الاسماعيليه على فكره عشان نحضر النهارده الماتش ان شاء الله وخصوصا لما عرفنا ان الدعم رايح للشقيقه فلسطين وانا ليا طلب عند حضراتكم بما انكم قناه الاهلي بنتي يعني قالت لي انا مش مسامحاك لو ما صورتش مع الكابتن محمد هاني والله بجد ان شاء الله. طيب بعد الماتش ان شاء الله قولي لي انت بقى نتيجه توقعي نتيجه المباراه النهارده كام؟ 2-0. مين اللي يجيب الاجوان طيب؟ لا الشحات و مين تاني اسمه ده برستاب. جميله دي قولي لي اسمك ايه؟ نيروز. لا انا مش سامع. نيروز. قولي لي بقى الاهلي يكسب كام النهارده؟ 3-1. 3-1. تعالى تعالى قول لي اسمك ايه؟ محمد. يا محمد عندك كام سنه؟ 7. رحت المدرسه النهارده ولا خدت اجازه؟ خدت اجازه عشان تيجي الماتش. طب قول لي بقى الاهلي هيكسب كام النهارده؟ 3-1. 3-1. طيب مين اللي يجيب الاجوان؟ فكر بقى. كهربا حسين الشحات. حسين الشحات وبرستاو. وبرستاو يا محمد. عسل يا محمد. مستمرين مع حضراتكم يعني ولسه بنستطلع اراء الجمهور. عايز تقول ايه للاعيبه الاهلي النهارده؟ وان شاء الله يعني هيفوزوا ويفرحونا بعد التعب ده كله. انا جاي من المنيا على فكره وضرب مشوار ده كله. جماهير الاهلي جايه من المنيا كتير النهارده. عايز تقول لعيب الاهلي النهارده؟ ان شاء الله احنا قدها النهارده وان شاء الله نكسب 3-0. كفر الساد ان شاء الله. كفر الساد ان شاء الله نكسب النهارده ووجه لعيبه الاهلي هتفوز وان شاء الله امام عاشور هيبقى قد اللعيبه. 3-0 الاهلي. 3-0 ان شاء الله. 3-0 الاهلي. 3-0 ان شاء الله. ثقه كبيره ان الاهلي هيفوز. 3-0 جاي من المنوفيه مخصوص. عايز 3 دود وان شاء الله هنكسب 3-0 وندعم النهارده شعب ان شاء الله هنكسب 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله 3-0. 3-0.